وتتلعب على طول جوه المنطقه. جول يا خبر ابيض. غلطه كبيره لعب محمد، لعب حسن جمعه، حسن جمعه البديل اللي لعب في الشوط الثاني. حسن جمعه بيحرز الهدف الثاني. بعد 43 دقيقه تصبح النتيجه 3-2. شوف اللعبه، راح احمد عادل نظره مع لاعب الشرطه وما لعبش على الكره طبعا، فطبت في الارض. تحصل، كان لازم حد من المدافعين يبقى في 3-4 لعيبه من الشرطه واقفين لوحدهم.